معانا الأستاذ محمد من القاهرة. أستاذ محمد معانا؟ أستاذ محمد معانا. الأستاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. يبدو من مسافة طويلة. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك قاعد تتكرم عليا توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون لو سمحت يا أستاذ محمد. حاضر. دلوقتي في حاجة، سامعني كده حضرتك؟ اتفضل يا استاذ محمد. بقالي دلوقتي 12 سنة، سامعني كده حضرتك؟ سامع حضرتك دلوقتي. بقالي 12 سنة دلوقتي متجوز، ماشي؟ بقالك 12 سنة ايه يا حاج محمد؟ متجوز وعندك عيال. طيب متجوز، ماشي، ربنا يبارك. متجوز. سمعت حضرتك، كمل يا حاج محمد. عندي اربع عيال. ماشي. من 12 سنه اجي اكلم مراتي في اي حاجه ما بتفهمنيش. ما بتفهمنيش خالص. طيب فرق السن بينكم قد ايه يا حاج محمد؟ نعم، فرق السن بينكم قد ايه؟ انا عندي مواليد ابتدائيه، عندها 36 سنه، ماشي، وانا فرق بين 10 سنين. طيب ما تفهمنيش اي في اي حاجه خالص، ودماغها مش موجوده خالص معايا، وبتخرج من ورايا وبتيجي من ولا بتقول لي انت رايحه فين ولا جايه منين، وحلفت عليها بالطلاق 3 مره ان هي ما تروحش لاهلها، وابوها راح لها من مره فجاه. فانت اتجوزتها وهي، استنى بس يا حاج محمد، فانت اتجوزتها وهي عندها 24 سنه؟ لا، اتجوزتها عندها 25. حاضر، 25 سنه. فانت اتجوزتها وهي عندها 25 سنه، وانت كان عندك 35 سنه، صح؟ 25 سنة. وانت 35. طيب يا حاج محمد، انا عايز بس اقول لك حاجة. انت دلوقتي بتشتكي من حاجتين. بتشتكي ان هي ما بتفهمكش، وبتشتكي كمان ان هي ما بتسمعش كلامك، صح كده؟ ايوه، البنتين، ومسلطة البنتين عليا. طيب انا اقول لك شوية حاجات يا حاج محمد. اول حاجة، هو ده سؤالك؟ في سؤال تاني يا حاج محمد ولا هو ده السؤال؟ طيب حاج محمد، انا عايز اقول لك بس حاجه، ان العشر سنين اللي بينكم دي كفيله ان هي تعمل الفجوه اللي بينكم دي، لان انت واضح من كلام حضرتك ان انت بتتعامل معاها على ان هي ساذجه ومش ما بتفهمش، وان هي شخص عقله مش كبير. انا اسف، ده الكلام اللي انا سمعت بعض طرف منه. فتعاملك معها بيخليك تحاول بقدر الامكان ان انت طول الوقت تفهمها مش بتسمعها. يعني انت طول الوقت بتعمل ايه؟ بتحاول تكلمها وتدي لها اوامر وهي بتعتبرها هي مش سامعاك. لا، هي كل الكلام اللي انت بتقوله هي عندها ردود عايزه تشاركك فيه. هي بتعتبر نفسها زوجتك فهي عايزه تشاركك فيه. ودليل على ذلك ان كمان الاولاد كمان مالوا اليها. فانا مش بلومك، لكن انا بقول لك ايه اللي ناقص بينكم؟ اللي ناقص بينكم الحوار. انتوا محتاجين تتحاوروا مع بعض. أنا عايزك تتأمل بس إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قعد يسمع من السيدة عائشة وما يتكلمش، إن هي تحكي 11 قصة ل 11 امرأة مع أزواجهم. 11 قصة وحضرة النبي سامع ليه؟ لأنه عارف إن هي محتاجة إن هي تتكلم. فأنا نصيحتي، أول نصيحة لحضرتك، لو سمحت اقعد مع أولادك وزوجتك وقول لهم تعالوا نبتدي نتكلم مع بعض. وابتدوا كل يوم اتكلموا مع بعض مدة ما تقلش عن نص ساعة. بس ما تتكلموش في اللي فات. اتكلموا في المستقبل والسعادة. لأن ده هيخرج أحسن ما فيكم. الأمر التاني، زوجتك طول الوقت هتبقى حاسة بهذه الفجوة اللي بينك وبينها. لازم تسمعها عشان تقدر تفهم هي عايزه منك ايه. زي ما انت طالب منها، زي ما انت عندك احتياجات هي كمان عندها احتياجات. فانت لازم الاول خالص، زي ما بيقول الناس العامه في عموم الكلام، لازم تشتري الاول، تسمع الاول عشان انت لو سمعت هتلاقي حاجات كتيره، فرص عندك تقدر تجذب قلبها وقلب اولادك. الحاجه اللي بعد كده كمان، لازم تيجي وتقعد مع اولادك، تقعد مع اولادك لان انت الراعي ليهم. قول لهم انتوا شايفين الحال بتاعنا، بما انك انت الاولاد خلاص اتحطوا كمان في الامر ده، اسال اولادك انتوا رايكم اللي احنا فيه ده يتحل ازاي، واسمع منهم وناقشهم.
مفتاح القصة اللي بينك وبين أولادك وبينك وبين زوجتك الحوار. الحوار الحوار. الأمر الثاني، أنت لازم تحن عليهم، لأن أنت قلت جبت سيرة زوجتك والبنتين. أفضل طريقة تتعامل بيها مع النساء سواء زوجتك أو البنات الاحتواء. احتويهم يا حاج محمد، كل ده هيكون في ميزان حسناتك، وهتبقى ساعتها مستوصي بالنساء خيرة، وساعتها هتبقى حاجة كمان مهمة جدا، هتبقى كمان أنت عملت حاجة مهمة، وإن أنت بترعى ومسؤول عن أهل بيتك. بس حاجة كمان أنا عايز أقولها لزوجتك والأولادك، مهما حصل مهما حصل أنتوا في أسرة واحدة، مهما حصل ده زوجك اللي أنت اللي في الحقيقة متجوزاه، وهو مش عدوك. ما تعمليش جبهة في البيت، ولو عملت جبهة في البيت أنت بتعصي ربنا مرتين، مرة لما ما قطعتيش زوجك، ومرة لما حاولت كمان تنشر الكراهية في بيتك. اوعى حد ينشر الكراهية في بيته عشان أولاده ما يتدمروش وهو يتدمر معه. فلازم نعيش مع بعض بالحب، ده أنتوا زوجين مش أعداء. وجعل الله سبحانه وتعالى بينكم مودة ورحمة، فالحب موجود. اغرفوا من نهر الحب اللي موجود عندكم في البيت بكلام حسن وكلام متزن، ساعتها الأمور هتتحل.